والرئيس السيسي يستعرض مع أفضل صينيين رفيع المستوى جهود زيادة التعاون في العديد من المجالات. مؤتمر صحفي للهيئة العليا للانتخابات اليوم للإعلان عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة. المجلس العسكري في النيجر يرحب بقرار فرنسا بسحب قواتها وعدد سفيرها من نيامي. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل للأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي توافر الفرص العديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين مصر والصين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع عضو صيني رفيع المستوى بزيارة وبرئاسة السيد لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السيد لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد لي شي نقل خلال اللقاء تحياتي وتقدير الرئيس الصيني شي جين بينغ للسيد الرئيس، وهما ما بادله السيد الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني. كما شهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين. وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها، منوها في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار، مشيرا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. كما أشاد السيد الرئيس بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكدا توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين. وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة، من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث عرض الجانب الصيني رؤياه في هذا الشأن. وأكد السيد الرئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستضيف اليوم مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها الاجتماعات في إفريقيا في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليا ومن بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية. ويبحث المشاركون سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات، وذلك تأثرا بتداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، وذلك استهدافا لشركات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاق الرحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري.
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة 2:30 ظهرا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. من المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها المقررة. أدانت مصر اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عنصر بالكنيسة وعضو به لباحات المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا قد وصل مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المدينة المحتلة ومئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ 7 صباحا بحماية شرطة الاحتلال. وفي ذكرى عيد الغفران اليهودي رصد أحدهم ويحمل سلاحا شخصيا، ومنعت قوات الاحتلال أمس المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه. في سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع في قطاع غزة بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، وأصيب نحو 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال محاولات لتفريق المسيرات السلمية على طول السياج الحدودي في مدينة غزة. تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يسفر عن شهداء ومصابين. ففي الضفة الغربية توغلت قوات الاحتلال في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة تولكرم، واشتبكت مع عناصر من المقاومة لعدة ساعات، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى وإلحاق دمار في المباني والبنية التحتية. الجيش الإسرائيلي زعم أنه دمر غرفة لإدارة أعمال قتالية واكتشف عشرات العبوات الناسفة ومكونات صنع قنابل. أما حركة حماس فقد أعلنت أن عناصرها تصدت لقوات الاحتلال وألحقت بها إصابات مباشرة. ويصعد الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية منذ أكثر من عام في ظل تكثيف للمداهمات العسكرية وتزايد اعتداءات المستوطنين على قرى فلسطينية. الانتهاكات لم يتوقف حدها عند جيش الاحتلال، حيث اعتدى مستوطنون على فلسطينيين عزل في محافظة الخليل بالضفة الغربية. وفي قطاع غزة استهدفت طائرات إسرائيلية بدون طيار عددا من المواقع بدعوى أنها تتبع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وكانت مناطق في جباليا وبيت حانون ومخيم البريج في شمال ووسط غزة كانت الأكثر استهدافا. كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي على فلسطينيين احتشدوا في مسيرات سلمية في عدة مناطق وأماكن شرق قطاع غزة. وتشهد هذه المنطقة احتجاجات يومية منذ الأسبوع الماضي، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة وبحق المقدسات والأسرى بسجون الاحتلال. أعلنت لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة في مدينة درنا الليبية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت المدينة قبل أسبوعين بلغ أكثر من 3800 قتيل حتى الآن. أسبوعان مرة على فيضانات درنا وأبعاد الكارثة لم تتكشف حتى الآن، لكن وفق مسؤولين ليبيين وأمميين فإن حجم الكارثة
كبير جدا. المجلس الرئاسي الليبي قال إن عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يصعب من جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية، وذلك في إشارة إلى وجود حكومتين في شرق ليبيا وغربها. الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد أعلنت أن الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال خلفت أكثر من 3800 قتيل، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تشمل فقط ما تم انتشاله من جثث والمسجلة لدى وزارة الصحة. وأكدت في الوقت نفسه أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في كل يوم مع وجود أكثر من 10,000 من المفقودين، إضافة إلى نزوح ما يزيد عن 43,000 من سكان درنا. وفي هذا الإطار تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر بمشاركة 9 فرق أجنبية على الأقل. وتقول السلطات الليبية إنها تواجه صعوبات في الاستجابة للحاجات العاجلة للناجين، وأقرت مرات عدة بأن حجم الكارثة يتجاوز قدراتها. أما البعثة الأممية إلى ليبيا فقد طالبت بتسهيل وصول جميع الفرق التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية التي تعمل على تخفيف معاناة المنكوبين، إضافة إلى وضع خطة وطنية تشارك فيها جميع المؤسسات الليبية لإعادة إعمار ما دمره الإعصار دانيال. رحب المجلس العسكري في النيجر بإعلان فرنسا اعتزام سحب قواتها من البلاد. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب جنودها من هناك، وكذلك سحب السفير الفرنسي من نيامي. قررت فرنسا إعادة سفيرها، لذا سيعود سفيرنا مع عدد من الدبلوماسيين إلى فرنسا في الساعات المقبلة، وسننهي تعاوننا العسكري مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لأنها لم تعد ترغب في مكافحة الإرهاب. جنودنا سيعودون بطريقة منظمة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنتشاور مع الانقلابيين في النيجر بشأن هذا الانسحاب، لأننا نريد أن يحدث ذلك سلميا بحلول نهاية العام. نحو القطيعة تتجه العلاقات بين باريس ونيامي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة. ويأتي القرار الفرنسي بعد ساعات من إعلان المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر منع الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا من عبور المجال الجوي للبلاد، رغم السماح بذلك لجميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية. وقررت المجموعة العسكرية الحاكمة في نيامي الانسحاب من اتفاقيات التعاون مع فرنسا، كما قررت نهاية أغسطس الماضي طرد السفير الفرنسي في النيجر وجردته من حصانته الدبلوماسية وألغت تأشيرة دخوله. كما شهدت البلاد مظاهرات عدة منددة بالوجود الفرنسي في النيجر، وتم اعتبار وجود ما يقرب من 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات المتشددة غير قانونية. ومن جهتها أكدت باريس عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين تولوا السلطة، وشددت على أن الرئيس المنتخب محمد بازوم هو السلطة التي تعترف بها في النيجر. وتأتي التطورات الجديدة في ظل تحذيرات من خطورة التدخل العسكري الخارجي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، حيث أكد رئيس البلاد السابق محمد يوسوفو أن الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر، وأن التدخل العسكري الخارجي لن تحصى عواقبه البشرية والمادية وسيكون مصدرا لعدم الاستقرار الدائم.
هاجمت روسيا مجددا منطقة أوديسيا في جنوب أوكرانيا بواسطة 19 مسيرة و14 صاروخا مع إصابة امرأة وأضرار في منشآت مدفئية، وذلك بحسب ما أفادت السلطات الأوكرانية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية في أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق شبه جزيرة القرم. بالاستعانة بالمسيرات والقصف المدفعي والصاروخي، يتبادل طرفا الحرب الروسية الأوكرانية استهداف المقرات والمراكز الاستراتيجية لكل منهما. في أحدث العمليات قصفت مسيرة أوكرانية مبنى إداري في وسط مدينة كورسك جنوبي روسيا، حيث نفذت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على المدن الروسية في إطار الهجوم المضاد الذي أطلقته في يونيو الماضي لاستعادة مناطق أوكرانية من قبضة القوات الروسية. وفي إحصائية لها أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن قواتها تواصل عملياتها الدفاعية في شرق وجنوب البلاد والعمليات الهجومية في قطاعي مليتوبول وبخموت، فضلا عن إسقاط عدد من المسيرات الروسية إيرانية الصنع. أشارت كييف إلى ارتفاع قتل الجيش الروسي إلى أكثر من 275 ألفا منذ بدء الحرب في 24 فبراير من العام الماضي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجمات أوكرانية جديدة للقوات الأوكرانية على محاور القتال في خرسون ودونتسك، وتحييد أكثر من 560 عسكريا وإسقاط مروحية و15 مسيرة. بالتزامن أعلن رئيس إدارة منطقة دونتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا، أعلن فرض حظر التجول في المنطقة ومنع وجود المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي وحتى 4 فجرا، فضلا عن إقامة نقاط تفتيش ونقاط أمنية على الحدود مع منطقتي لوغانسك وزابوريجيا. أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الإنتاج المشترك لأنظمة الأسلحة في أوكرانيا. هناك قرار تاريخي للولايات المتحدة بالإنتاج المشترك مع أوكرانيا للأسلحة وأنظمة الدفاع، وعلى وجه الخصوص الدفاع الجوي. وهذا أمر كان خيالا محضا حتى وقت قريب، لكنه سوف يصبح حقيقة واقعة. سنجعل منه حقيقة بفضل كل من يعمل لصالح الدولة، وهذه هي الجودة الجديدة لصناعة الدفاع الأوكرانية، فقد أصبحت أقوى كثيرا. وهذا أيضا هو الاقتصاد وحماية مدننا ومؤسساتنا التجارية وتأمين فرص العمل الجديدة لشعبينا الأوكرانيين والأمريكيين. لدينا منظور واضح لقدرة أوكرانيا الجديدة على الصمود التي من شأنها أن تمنع تكرار العدوان الروسي، وهذا ما اتفقنا عليه بالفعل. أنا ممتن للرئيس بايدن وفريقه بأكمله، وكل شخص في أمريكا يقدر الحرية ويدعم أوكرانيا. أعلن مسؤولون في أرمينيا أن نحو 3000 شخص من إقليم ناغورنو كاراباخ دخلوا البلاد حتى صباح اليوم، مشيرين إلى أن الحكومة وفرت أماكن للعيش لنصف هذا العدد، فيما لا يزال توزيع بعضهم مستمر حتى الآن. إلى أرمينيا يفر مئات اللاجئين من ناغورنو كاراباخ بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين في الإقليم الذي يضم غالبية أرمينية. وأعلنت أرمينيا فرار أكثر من 1000 لاجئ مع وصول طلائع الدفعات الأولى، ورجحت ارتفاع الأعداد الساعات المقبلة. أما السلطات الأرمينية في ناغورنو كاراباخ فقد أوضحت أن المدنيين الفارين من أعمال العنف الأخيرة سينقلون إلى أرمينيا بمساعدة جنود حفظ السلام الروس المنتشرين منذ الحرب السابقة في 2020. وأشارت إلى أن 120 ألفا من عرقية الأرمن في ناغورنو كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان، ويخشون مما سمته أرمينيا التطهير العرقي. في المقابل تعهدت أذربيجان السماح للمقاتلين الانفصاليين الذين يسلمون سلاحهم بالمغادرة إلى أرمينيا، وأوضحت أنها ستنظم قوافل تضم حافلات للمقاتلين السابقين.
لافتة إلى أن بعضهم يستطيع أيضا المغادرة في سيارات. وفي انتقاد غير مباشر لروسيا، اعتبر رئيس الوزراء الأرميني تحالفات بلاده الحالية غير مجدية، وأوضح أن أنظمة الأمن الخارجي التي تنضوي فيها أرمينيا أثبتت أنها غير مجدية لحماية أمنها ومصالحها. وتمكنت القوات الأذربيجانية من تحقيق نصر على مسلحين أرمن في كاراباخ التي يعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان قبل إعلان وقف لإطلاق النار. أبدى الجيش البريطاني استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر، بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وقتله قبل عام. من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بروفامان عن دعمها الكامل لعناصر الشرطة المسلحة الذين يخاطرون بحياتهم لحفظ الأمن، وقالت إن عناصر الشرطة يجب ألا يخافوا من أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب تأديتهم لواجباتهم. بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، احتفلت مؤسسة هيكل الصحفية في دورتها 8 بالإعلان عن جائزة التميز الصحفي العربي بحضور عدد من الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين العالميين والعرب وكذلك المصريين. في إطار العمل على تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، إضافة إلى دعم وتشجيع الشباب ليتميزوا في أعمالهم الصحفية، جاء الاحتفال السنوي 8 لمؤسسة محمد حسين هيكل الصحفية الذي تم خلاله عرض فيلم وثائقيا عن حياة الكاتب الكبير بعد رحلة عامرة بالتميز والنضال الصحفي. المرة دي هذا الاحتفال أكبر شوية من الجايزة، لأنه بمئة سنة على ميلاد الأستاذ هيكل، احنا في مؤسسة الهيكل للصحافة العربية حبينا نوسع شوية القاعدة، وبالتالي في فيلم قصير هيعرض، في بعد كده هو دورة نقاشية مع ناس من العالم، في رئيس مجلس إدارة مؤسسة التايمز الإنجليزية، في نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيوز كورب اللي هي مالكة لفوكس نيوز، ففي مجموعة من الناس الأجانب الكتير اللي معنيين بالشأن العالمي. لما توفى الحقيقة احنا عارفين ان هو كان نفسه انه برضو المؤسسة ترعى جائزة باسمه لتشجيع المواهب الصحفية برضو الشابة على الانطلاق، يعني هما ناس اثبتت فعلا موهبة، اثبتت جدارة، اثبتت صحافة هادفة وفيها ابداع على سن صغير، واحنا نتمنى انه اللي بنقدمه في مؤسسة هيكل انه تكون دفعة أو انطلاقة ليهم على مجالات أوسع إن شاء الله. قبل رحيله فكر في المستقبل، فكر في إنشاء يعني جيل يستمر ويحمل الرسالة ويتميز في الصحافة وفي الكتابة، وده الحقيقة يعني شيء مهم جدا، وزي ما بقول إحنا بنفتقده اليوم كثيرا. الأستاذ هيكل ترك ما يقرب من 40 كتاب بيعاد طبعهم. ليس من المبالغة القول ان محمد حسين هيكل هو الكاتب والصحفي العربي الاشهر في العالم. كما تم خلال الاحتفالية عمل حلقة نقاشية بعنوان النظام العالمي الجديد بمشاركة جون ويثرو رئيس صحيفتي التايمز والصنداي البريطانية والمراسل مايكل بينيون مراسل التايمز، بحضور عدد من الكتاب المصريين والعرب. وعقب الندوة تم تكريم الفائزين بالجائزة هذا العام، وهم عبد الله أبو ضيف لتميزه في التغطية الصحفية لملفات قومية وعربية ذات قيمة، وأحمد رجب لتجربته الرائدة في تحقيق صحفي. الأستاذ هيكل هو الأستاذ هيكل هو الأستاذ بالألف واللام في تاريخ مطلق تاريخ الصحافة المصرية الحديثة والمعاصرة. الأستاذ هيكل إضافة لمواهبه الجبارة، مواهبه الكتابية والمهنية، الأستاذ هيكل كان نسيجا وحده. الجائزة دي بتشجع كل الشباب ان هم يتعبوا، ما مش ممكن حد ينجح من غير ما يتعب،
تتعب وتبقى عندك الدقة وتبقى عارف يعني مهنة الصحافة. أستاذ هيكل لغاية آخر يوم في حياته بيعتز بأنه صحفي. جائزة هيكل للتميز الصحفي بمصر والوطن العربي، تلك الجائزة جاءت لتكون عونا للصحفيين في مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد. محمد حلمي، النيل.